يعني هل من الممكن أن يتم خلينا نقول تطبيق شعارات تشرين هذه المرة؟ لماذا؟ يعني احنا انا بينت انه احنا لا يمكن ان نحقق كل اهدافنا بدفعه واحده، ولكن اذا استطعنا ان نجعل تركيبه مجلس النواب القادمه اكثر من نصف، اتمنى ثلثين، ولكن اكثر من نصف هو اتجاه وطني يتطلع للتغيير، تشرينيين، وطنيين، علمانيين، مدنيين، سمهم ما تشاء. المهم كل المتطلعين للتغيير لازم يشكلون الأكثرية في مجلس النواب القادم. وإذا دخلوا التشرينيين والوطنيين بقائمة موحدة ربما راح يحققون شيء كبير. لكن هذا يراد للآن دراسة وتحضير، وأنا جاي ألمس من الكلام أن هناك فعلا دراسة، هناك فعلا إعادة نظر، هناك فعلا عملية برمجة لتشرين القادم، تشرين ثورة وتشرين فعل سياسي أيضا، ليس فعل ثوري فقط، هو فعل سياسي وفعل تثقيفي وتوعوي للجماهير كيف يعني توصل المفاهيم هذه اللي يريدها. يعني كل الثورات بدأت بفكر، الثورة الفرنسية مثلا بدأت بفكر، هذا الفكر كيف أحوله إلى مفاهيم تفهمها الجماهير حتى متوسطة التعلم تفهمها وتتفاعل وياها.